الحملة التحسيسية المواكبة للحملة الزراعية المطرية تتواصل بولايات العصابة، والسلطات الإدارية تتفقد مناطق الإنتاج وتجتمع بالمزارعين. مدينة المذيبو تشهد اختتام أنشطة اليوم المفتوح حول تشغيل الشباب الهادف إلى خلق فرص للعمل وتشجيع المبادرات الإنتاجية لدى الشباب. بول كاغامي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لرواندا لولاية جديدة، ويتعهد بالمحافظة على السلام والسيادة الوطنية وتعزيز الأمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ نشاطنا من ولاية العصابة، حيث أدى والي الولاية زيارة لمقاطعة باركيول في إطار جولته التحسيسية المواكبة للحملة الزراعية المطرية. وخلال هذه الزيارة تفقد الوالي مناطق الإنتاج ببلدية جلير، وعقد اجتماعا موسعا مع المزارعين. في إطار الحملة التحسيسية التي تنفذها السلطات الجهوية بولاية العصابة مواكبة لانطلاق موسم الزراعة المطرية 2024، أدى والي العصابة زيارة لمناطق الإنتاج بمقاطعة باركيول، شملت بعض السدود الزراعية ببلدية جلير، حيث تفقد الوالي سد فريع مجيج الذي يعتبر من أهم السدود في المنطقة، كما تفقد كذلك وضعية سد أخمس تيدوم ليطلع على طبيعة الأضرار التي تعرض لها. وعلى هامش جولته الميدانية عقد والي العصابة اجتماعا موسعا بالمزارعين، حثهم خلاله على مضاعفة الجهود من أجل إنجاح هذا الموسم الزراعي، مواكبة لاستراتيجيات الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. هدف الزيارة الأساسي هو التحسيس حول الحملة الزراعية المطرية، زراعة الخريف، حريثة الخريف، هاي المناطق، منطقة باركيول عموما زراعية بامتياز، وعندكم تنتجوا ياسر من سلة قذاء كبيرة للمنطقة، ونعرف المجهود اللي عدلوا المزارعين، والدولة في أولوياتها دعم الزراعة. قطعا للسنة الحمد لله الأمطار فاتوا بدؤوا، ولا شفت الجا منهم اللي لا لباس بهم، مبشر وراجين أن يخلق المزيد، وذيك هي المناسبة لأن ما نخلوها تفوت، يعود جل مطر والناس تعود ما حرثت، تعود التراب خالقة، والتراب تعود معطاء وقادة تنحرث فيها ما شاء الله، وينتاجها كبير، وتعود الناس متكاسلة عن ذاك. ذاك هو اللي جايينكم من دوركم تبذلوا المزيد من الجهد، اللي منكم يحرث واللي منكم يقد يحرث يالتو يتوجه لذيك الزراعة. المندوب الجهوي للزراعة والسيادة الغذائية أبرز الجهود التي بذلها القطاع من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات الساعية إلى تشجيع ومؤازرة المزارعين تماشيا مع التوجهات العامة والهادفة إلى تطوير وترقية الزراعة المطرية. احنا على مستوانا قسمنا 170 محراث، والله ساعات تقولوا لهم انتم سريات، والله تقولوا لها القجيات، على مستوى الولاية وقطعكم ونصيبكم منها اللي هو فات انطرحهم، وقسمت 82 طن من الحبوب التقليدية تروح بها الناس للزراعة المطرية بالأخص، وفات نصيبكم منها جهون للولاية للمقاطعة، وفات عدل مولي توزيع على مستوى البلديات. نعرفوا عن هذا الموسم عنه الحمد لله فات وشاف فيها أمطار مبشرة، وعلى كل حال عنا متمادين معاكم الايدين، وهامنا ان شاء الله توقفوا وقفه رجل واحد وتتباركم عصيفه تنجح بها الحمله الزراعيه. الاجتماع شكل كذلك سانحه لمناقشه اهم الاشكاليات والتحديات التي تواجه المزارعين في المنطقه من توفير للمدخلات الزراعيه وحمايه المزارع وغيرها من المطالب اللوجستيه. هون فيه مجموعه ويدان اخرى كبيره، منها واد صليليق وواد فرعلينا، ومنها واد دخلة قلير، ومنطقة بافا وماقة، وذا الخد الساحلي من هون إلى أقرج، ومنها فرع الطلحاية طبعا تابع هون في زر القبلة عندنا، من هون تابع البثيب والحرات. هذه مناطق كاملها مناطق زراعية، هي اللي أصلا سلة غذاء
هذه المنطقة كاملة بصفة عامة. يا غير الآن من أكبر المشاكل المطروحة لها مشكلة حماية المزروعات، لأن نحن ذاك الحمد لله الموسم بادئ والناس بدأت كاملة مقبلة على الزراعة. يا غير النقص شديد في وسائل حماية الزراعة، معناها أن نختار ونجبر دعم الحماية هذه المناطق اللي لا تنزرع، الحماية هذه القلقوات بقرياج، الناس اللي تحتاج قرياج وش تحمي به اللي لا يتعدل من المزروعات. لأن مولي نبقوا لفتة في مجال مولي الاستصلاح الزراعي. حسب العالمين بقطاع الزراعة، تسخر ولاية العصابة بمؤهلات ومقدرات زراعية هائلة يمكن أن تسهم إذا ما تم استغلالها إسهاما معتبرا كما ونوعا في زيادة الناتج الزراعي الوطني. عبد الله الصوفي، قناة موريتانيا، مقاطعة باركيول. استقبل وائل البراكنة محمد السالك زوال أمس مدينة ألاك فريق البراكنة المتوج بالبطولة المحلية للأحياء لكرة القدم، احتفاء بإحراز الفريق لهذه البطولة وتشجيعا له على الانتصار. وقد نظمت بطولة الأحياء لكرة القدم في نسختها الحالية بمدينة كيهيدي بمشاركة فرق من ولايات البراكنة وغرغل وجيتيماغا وترارزا. سلمت كأس البطولة لوالي الولاية تثمينا للدعم الفني والمعنوي الذي تلقاه الفريق خلال المشاركة في هذه البطولة، فيما قدم الوالي شكره للمشرفين والمؤطرين الرياضيين لهذا الفريق المحلي. مكنت الدورة التكوينية المنظمة بمدينة أطار حول تسهيل الكوارث من تزويد أكثر من 100 شاب بالخبرات والمعارف المرتبطة بالخدمة المدنية والتطوع. يأتي تنظيم هذه الدورة ضمن الجهود الهادفة إلى تشجيع ثقافة التطوع وإشراك القوة النشطة بالتدخل في أوقات الحوادث. الإسعافات الأولية والتدخلات في أوقات الحوادث جزء من العروض النظرية والتطبيقية التي يتلقاها المشاركون ضمن برنامج الدورة التكوينية حول إدارة الأزمات والكوارث على مستوى ولاية أدرار. استفدنا فيها من جميع النواحي، كانت على عدة محاور، محور حول الحوادث والكوارث، ومحور حول الحرائق، ومحور حول الأزمات اللي تمر بها جميع المجتمعات، لذلك كانت دورة تكوين متميزة. ظن ياسم الإفادة في حتى خصوصا في المسائل اللي نحن ما كنا عالمين بهم، ولكن كانت عندنا فيهم الخبرة، نعطاتنا فيهم خبرة شاملة اللي هي المسائل اللي تمر بنا يوميا كالحوادث والكوارث. تعرفنا على ياسر ما كنا نعرفه، وعندنا اللي جينا حد في حريق عندنا اسعافات قد نعدلوها له، واللي جينا القريق مول قد نعدلوا الاسعافات أولية سابق جو وزاره الصحه. جاي اليوم نحضر هذا التكوين ونقول لكم انه تكوين جدا مهم، تطوع شيء جدا مهم، في حد يدور يتقدم هو في بلده، في حد يدور يتقدم هو من نفسه. مهارات ومعارف تم تقديمها مكنت من زياده خبرات هؤلاء الشباب في مجال الخدمه المدنيه والتطوع، وفعلا احنا كشباب استفدنا منها كثير من الخدمات، اول منهم حث الشباب على التطوع وخدمة المجتمع وخدمة الخدمة المدنية. عندنا معلومات عن هاي الحرائق، وعندنا معلومات عن كيف ندخلوا في السيول، رينا حد قرية والله سيول جارفة والله فيضانات. ثانيا استفدنا من برنامج من هذا البرنامج، استفدنا منه في مجال التدخل السريع. استفدنا من الخبرات، عندنا نقدر ندخلوا في ياسر، مش ندخلوا كيف مثلا شفنا قرية والله شفنا حريق والله شفنا حادث سير والله شيء قدر ندخله في أي شيء من نوع من الكوارث. عندي بعد مبادئ اللي نقدي لخلق حريق والله شيء، عندي أنا بعد عندي شيء من لزيدة، عندي أفكار بعد نقدر أنا نقدمها كشاب في حالة ما جات تدخلات سريعة. وتسعى وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان من تنظيم مثل هذه الدورات إلى تشجيع ثقافة التطوع ورفع قدرات الجاهزية للشباب في أوقات الأزمات. من خلالها رسخ قيم وبعض المفاهيم المهمة واللي تفتح آفاق جديدة للشباب حول التدخلات في مجال التطوع والخدمة المدنية لصالح المواطنين وإحياء روح المواطنة وتحمل المسؤولية تجاه الوطن في هذه الأوقات العصيبة. هذه الأمور كلها تدخل في السياقات والتدخلات الدولة في مجال الخدمة المدنية وتشجيع التطوع وتشجيع تحمل المسؤولية
والشعور بالانتماء للوطن. وقد توجت هذه الدورة التكوينية بتسليم شهادات تقديرية على المشاركين من مختلف مقاطعات الولاية لتمكينهم من الإسهام في الوقاية من مخاطر الفيضانات والسيول. الفاغاوي للشيباني، قناة الموريتانية، مدينة أطار. إلى ولاية الدخلة المذيب، حيث تضمن اليوم المفتوح حول تشغيل الشباب المنظم من قبل وزير المواطنة عدة عروض لمنتوج العديد من المشاريع الشبابية بالولاية. وقد عملت هذه المشاريع على خلق فرص للعمل وتشجيع المبادرات الإنتاجية لدى الشباب. أنشطة متعددة تضمنها اليوم المفتوح حول تشغيل الشباب الذي نظمته بذور المواطنة تحت عنوان الالتزام بالمواطنة النشطة جسر للعبور نحو تشغيل شباب داخل واديبو. عروض أظهرت ثمار العديد من المشاريع التنموية التي تم تمويلها من أجل دمج الجمعيات الشبابية بهذه الولاية في الحياة النشطة. مستفيدين من هذه المشاريع من الدعم، عندنا مشروع مدعوم من طرف بذرة المواطنة، اسم المشروع هو ولوج الفتيات بفن المسرح، وبدأنا نشتغل على هذا المشروع واستفادوا منه مجموعة من الجمعيات. تم تكوين من أعضاء الجمعيات قدر 20 فتاة، وتم تكوين 10 كمساعدين، منهم معلمين مدرسين ومنهم مؤطرين. وقد تنوعت المشاريع الممولة في إطار هذا البرنامج الذي ترعاه بذور المواطنة لتعمل على دمج وتمكين المرأة بهذه الولاية لتضع بصمة في مجال العمل والإنتاج. شاكين الجمعية اللي كونتنا دربسنا وطاعتنا وفتحتنا الطريق، لأن عدر ياسر مش ما كنا كي ما كنا سابقة واحدين في شيء سوى شنو، وعدنا عدر دار الخرز واحدين فيه كي نقبضوا أي صار ندخله نعرف طريقة ندخله بيه شنو، عدنا نعرف طريقة نعدله بيه شنو، وعندنا وكي يجونا واحدين واللي كوماندو من عند رياسم من الخلاص نعدل الليات نعدل الأسرع نعدل البوزرادات نعدل رياسم. وقد توج الباب المفتوح حول تشغيل الشباب بعروض موسيقية أظهرت المواهب والقدرات الفنية لشباب ولاية داخت واديبو. في الشان الرياضي دائما، لكن هذه المرة في نواكشوط، حيث نظمت الاتحادية الموريتانية للتيكواندو حفلا لتكريم عدد من لاعبيها المتفوقين في امتحانات العام الدراسي 2023-2024. وتم خلال الحفل تكريم اللاعبين الذين تمكنوا من النجاح في امتحان تجاوز الأحزمة. عروض متنوعة تشمل مختلف الأساليب الفنية لرياضة التيكواندو القتالية الأولمبية، مقدمة من قبل عدد من تلاميذ ولاعبي أندية التيكواندو بالعاصمة نواكشوط، وذلك بختام امتحان تجاوز الأحزمة المنظم من قبل الاتحادية الموريتانية للتيكواندو بالمركز الرياضي التابع للاتحادية في مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية. وهذا اخترنا نعدو اليوم لانه اهم عندنا شيء تلاندتنا نعطو الاخرين على انه حد يقرا يقدر يدرب وينجح في الرياضه وينجح مولي في قرايته. بذيك المناسبه عملنا تكريمين في نهار واحد، تكريم لتجاوز الحزم وتكريم الشباب اللي تجاوزوا الدراسه في هذه السنه. بذيك المناسبه نشكر اباء التلاميذ وامهاتهم على ذاك المجهود اللي قايمين به حقيقه. الحفل المنظم بهذه المناسبة أشاد خلاله ممثلو الهيئات الرياضية وآباء التلاميذ بما تقدمه هذه الاتحادية من جهود لصالح تطوير وترقية هذه الرياضة الأولمبية في بلادنا وتدريب البراعم والناشئة والشباب على فنياتها التي تسهم في حمايتهم وتكوينهم التربوي والبدني. الحفل تميز كذلك بتقديم شهادات التكريم للتلاميذ المنتسبين لأندية التيكواندو في مختلف مقاطعات ولاية نواكشوط الثلاث، والذين تمكنوا من إحراز التفوق في الامتحانات النهائية في المسابقات والامتحانات الوطنية خلال العام الدراسي المقضي 2023-2024، مقدمين بذلك النموذج الحسن لغيرهم من التلاميذ على أن الرياضة معينة على التفوق في الدراسة وأن العقل السليم في الجسم السليم. في ولاية تكان تمثل المخطوطات العلمية القديمة جزءا كبيرا من التراث العلمي لمدينة تججة، ومن أجل الحفاظ على هذا الموروث افتتح سكان المدينة العديد من المكتبات لحفظ وعرض المؤلفات والمخطوطات النادرة.
قديما عرفت مدينة تشكجة بإشعائها العلمي والمعرفي الذي وصل صيته لمختلف بقاع العالم الإسلامي عبر علماء أجلاء انحدروا من هذه المنطقة وبرعوا في شتى العلوم الإسلامية تعليما وتأليفا وتصنيفا، فخلفوا إرثا علميا وحضاريا لا يزال شاهدا على عبقريتهم العلمية ومكانتهم المعرفية، إرث يبذل السكان المحليون جهدا معتبرا للحفاظ على ما تبقى منه. مكتبة المنارة واحدة من هذه المكتبات التي تم تأسيسها لجمع أكبر عدد من هذه المخطوطات والحفاظ عليها من الضياع. هنا تجد مختلف المراجع الفقهية واللغوية والتاريخية التي صنفها علماء تشكجة القدماء. تعتبر المكتبة ثرية بالعديد من نفائس المخطوطات والمطبوعات، مثلا هذا سجل المخطوطات ويحتوي حوالي 800 مخطوط، بعضها يعود تاريخه إلى 8 قرون، بعضها 7 قرون. هناك بعض المخطوطات التي تعتبر مخطوطات عتيقة جدا، ومخطوطات متوسطة تاريخ، مخطوطات حديثة، وهي طبعا غنية بنفائس المخطوطات في مجالات علمية مختلفة. مثلا هنالك القرآن وعلومه، هنالك الحديث الشريف وعلومه، هنالك السيرة النبوية، وهنالك الفقه واللغة وأنواع العلوم الموجودة بكثرة في هذه المكتبة على شكل مخطوطات. هناك مثلا في الحديث، هناك مثلا في القرآن هذا مصحف بخط أحد أبناء الأسرة. ويأمل القائمون على مثل هذه المكتبات أن يحصلوا على دعم يمكنهم من الحفاظ على هذه الكنوز العلمية النادرة. إلى ولاية درس الزمور، حيث تعد التعاونيات النسوية في قرية تواجيل دعمة مهمة للتنمية المحلية بتوفيرها كافة الأساسيات المطلوبة في السوق. المزيد حول هذا الموضوع نتابعه في سياق التقرير الآتي. بقدرة إنتاجية عالية، تمكنت المرأة الريفية بقرية تواجيل من الإسهام في التنمية المحلية. تحت هذه الخيام التقليدية عرض نسوة التعاونيات الموجودة في القرية إنتاجهن الذي كان له دور كبير في تغذية السوق بمختلف البضائع. هذا تكتل هون في تواجيل، وعندنا تعاونيات الحمد لله وحدات في بليد، وحكم أن احنا هم نسيروا هذا الدشرة نذبحوا فيها وننحروا. طلبنا لو عندنا مشروع نختاروا حد يدخل لنا الماء، يقعدوا كل الناس كاملة نحرزوا، احنا مستعجين للشغلة. يقال ما عندنا الماء ولا عندنا ركرات ولا عندنا المشروع شو ذاك ومزرع، يقال ما عنده ليلة. قالوا لا عندوا نشتغلوا فيه الحمد لله، وعندنا الباشر التعاونيات هم اللي العليا تشتغلوا، يقال هم اللي يبقوا دعم. عندنا هذا البوتشيك الحمد لله هو اللي عندنا دعمتنا فونداسيون بناتنا، وحكما مولتنا هي CSA ولا هو مرصتنا. الجانب التقليدي يحضر بقوة في هذه المصنوعات التي تعكس أصالة السكان وتمسكهم بأسلوب حياتهم المتوارث منذ أجيال. في قرية التواجيل استطعنا من خلال التعاونيات من المحافظة على تراثنا الغني بتنوعه المبني أساسا على المواد المأخوذة من الطبيعة. هذا الطبق نعدلوه احنا بيدينا، نعدلوه من النخ، وعندوك الدواخ نعدلوه من جريد النخل ونديروا فيهم التمر ونبيعوه، والمهاريز ونمدق نعدلوا فيهم الشنقال والكتل ونعطوه تركتنا يتغذاو به سمار وقرتو والبلاح. ذيك الشكوى الحمراء نديروا فيها لبن ونسقوا به نشربوه، وذيك القرب نبردوا فيهم الماء. تو هذا القرب اللي تراعي فيه، هذه خيمة لوبارما اللي الحمد لله معدلينها تقليدية باتنا أصلا وجدود نقعدوا فيه. حجم المنتجات وتنوعها يعطي فكرة واضحة عن إمكانيات النسوة في قرية تواجيل على الإنتاج حال وفر لهم الدعم المناسب. تالي الصادق، قناة الموريتانية، قرية تواجيل.
دوليا أدى الرئيس الرواندي بول كاغامي اليمين الدستورية لولاية الرابعة من 5 سنوات بعد فوزه في انتخابات 15 يوليو الماضي بغالبية ساحقة بلغت 99.18% من الأصوات. جرت مراسم التنصيب في ملعب يتسع ل 45,000 مقعد بالعاصمة الرواندية كيغالي بحضور العديد من الرؤساء وممثلي الوفود المبشركة في مراسم حفل التنصيب، حيث بدأت الحشود بالتجمع في هذا الملعب منذ الصباح الباكر. وتعهد كاغامي عند أداء القسم في الولايات الرئاسية الجديدة بالمحافظة على السلام والسيادة الوطنية وتعزيز الأمن الوطني. ختام النشرة إلى التذكير بالعناوين. الحملة التحسيسية المواكبة للحملة الزراعية المطرية تتواصل بولاية العصابة، والسلطات الإدارية تتفقد مناطق الإنتاج وتجتمع بالمزارعين. مدينة واديب تشهد اختتام أنشطة اليوم المفتوح حول تشغيل الشباب الهادف إلى خلق فرص للعمل وتشجيع المبادرات الإنتاجية لدى الشباب. بول كاغامي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لرواندا لولاية جديدة ويتعهد بالمحافظة على السلام والسيادة الوطنية وتعزيز الأمن. طابت أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء. مع توسع المدن وانتشار الجريمة وتنوع أساليب المجرمين، كيف تؤدي الشرطة الوطنية دورها المطلوب؟ كيف تتعامل مع الجرائم التي تقع؟ وماذا عن الدور الوقائي قبل وقوع الجريمة؟ ثم ماذا عن أبرز الجرائم الشائعة؟ وكيف تتم محاصرتها؟ إشكالات عديدة نستعرضها ضمن برنامج ساهرون، والذي يأتيكم عبر شاشة الموريتانية بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الوطني. ساهرون يأتيكم في الأوقات التالية.